فقرة ما تيجي ندردش. ندردش. هسألك أسئلة وديك اختيارات، هتختار اختيار واحد. ماشي. مين الفنان اللي دايما بيسأل على فاطمة كشري أول بأول؟ أحمد السقا، أحمد مكي، ياسر جلال؟ لا، أستاذ ياسر جلال ما يعرفش مكاني. في أستاذ أحمد مكي وفي أستاذ أحمد السقا. بيسألوا عليك أول بأول. على طول. أستاذ ينيجي. وأستاذ رامي. كتير يعني. قولي صفة محدش يعرفها عن كل واحد فيهم. منى شلبي، دنيا سمير غانم، أيتن عامر. أيتن عامر جريئة وأي حاجة عايزة تعملها. دنيا سمير غانم لذيذة وحبوبة، بس غلطانة اللي هي سابت الكبير قوي. منى شلبي بقى دي الحب كله والحنية، وبتتكسف لو انت قلت لها شكرا لو اديتك حاجة. طيب، أكتر فيلم الناس بتفتكر مشاهدك فيه لحد دلوقتي؟ لا تراجع ولا استسلام، يانا يا خالتي، قصة الحي الشعبي. لا، قصة الحي الشعبي اللي بيفتكره وبيقولها لي بشتمه. بس هما بيحبوا اديني صباع محشي، وبيحبوا خالتي نوسة. خالتي نوسة. اه. اكتر مسرحية حبيتي كواليس الشغل فيها؟ الاباندا، عفروتو، كده اوكي. الاباندا. الاباندا. الاباندا عشان كان فيها مجموعة جميلة، والمجموعة دي رفعاني. وكنت أول مرة أشوفها. يعني أول مرة أشوف المجموعة دي. يعني شفتهم جل على المسرح كله. مين الفنانة اللي بتحب شكلها واهتمامها بنفسها طول الوقت؟ نبيلة عبيد ولا نادية الجدي؟ نبيلة عبيد. أعرفها من ضحكتها. مرة جات لنا المسرح وجاية عادية ما فيهاش كحلة في عينيها. سمعت الضحكة بس. قلت لهم اللي قاعده في الصاله دي نبيله عبيد، لقيتها ورايا داخله تسلم على الفنانين. كان الاستاذه ورده صحتها الله يرحمها. وكلهم بقى. طيب، الست فاطمه خلصت الاسئله، هنروح لفاصل ونرجع باخر فقره معايا.